باسم البيت الأبيض قال إن على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح البدء بعمليات الانتقال السلمي للسلطة الآن وفق جدول زمني، وهو أمر كان صالح قد أشار في السابق إلى عدم ممانعته له. وأضاف المتحدث الأمريكي أن التعاون على محاربة تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية لم يكن يوما يتركز على شخص الرئيس اليمني، كما عبر كارني عن قلق بلاده إزاء ما وصفه بفراغ السلطة في اليمن جراء حالة عدم الاستقرار السياسي. إن موقفنا أزاء العمل مع حكومة اليمن على مكافحة الإرهاب هو أنه لم يكن أبدا يتركز على شخص بعينه، ولا يكون هكذا. يساورنا قلق من أن تحاول القاعدة وجماعة أخرى خلال فترة الاضطرابات السياسية استغلال فراغ السلطة. لهذا السبب نحن نحث الرئيس صالح على تطبيق ما تحدث عنه سابقا والبدء الآن بالحوار السياسي لنقل السلطة ووفق جدول زمني. نحن نعمل مع الحكومة اليمنية إزاء الإرهاب وليس مع شخص بمفرده.